نظمت إدارة سوق الجبيل بالشارقة لقاء وديا مع أعضاء جمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك، سعت من خلاله إلى التعرف على أبرز احتياجات أعضاء الجمعية. من أجل مناقشة العقبات التي تواجه أعضاء جمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك، أقيم لقاء ودي في سوق الجبيل بالشارقة، وذلك لبحث آليات التعامل بينهما فيما يتعلق بعملية تزويد السوق باحتياجاته اليومية من الأسماك، حيث دأبت إدارة السوق على تقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات التي يحتاجها أعضاء الجمعية في عمليات توريد الأسماك إلى السوق. كانت جلسة الحمد لله جدا ناجحة، تم تسجيل فيها الملاحظات والمجالات اللي يقدر السوق يتطور فيها آليات عمله بحيث أنها تخدم الصيادين وتخدم زواره. السوق مو بخالي، السوق فيه أسماك وفيه من كل مكان يبونه وناس مجتهدين في السوق، والعمل هذا اللي هو ما على طريق اللنشات، اليوم صارت شمال وباكر صار غربي وباكر ما يدشن اللنشات، ما يدشن الطرادات، السوق تم خالي؟ لا، السوق يبون الأسماك من كل مكان. بدورهم عبر الصيادون عن شكرهم لإدارة سوق الجبيل لفتح باب النقاش أمامهم من خلال اللقاء الذي سعوا فيه إلى توضيح طبيعة العقبات التي تواجههم. يكفينا أن إدارة السوق يعني إدارة شبابية، جمعة الصيادين، نشوف الحين فئات الشباب بدأت تتجمع. بالعكس أنا أول مرة أشوف إن الشباب ربعي يعني كصيادين جمعهم سوق الجبيل كصيادين، يتعرفون على بعض ويسمعون آرائهم، شو احتياجاتهم كصيادين، شو اللي هو ناقصنهم. خلال فترة وجيزة استطاع سوق الجبيل أن يكتسب سمعة طيبة لما يوفره من متطلبات لجميع المستهلكين، وعلى رأسها الأسماك التي خصص لها مزاد يومي، وذلك بفضل جهود الصيادين الذين يعملون على تزويد السوق بأجود أنواع الأسماك. تأتي هذه الجلسة النقاشية من إدارة سوق الجبيل مع جمعية الصيادين بإمارة الشارقة بهدف معرفة احتياجات الصيادين وتعزيز عملية توريد الأسماك إلى السوق. لأخبار الدار، وليد الأصبحي من الشارقة.